الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه الأبرار وآله الأخيار، ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الآيات من صدر سورة الجن، والجن هم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقوا من نار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وكما قال سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهم مخلوقون من نار مكلفون بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن اسم جنس عام يدخل فيه الكافر من الجن والمسلم من الجن. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والكافر من الجن هو الشيطان، الكافر من الجن هو الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالكافر من الجن هو الشيطان، والمسلم يسمى جان، والجن لا يرى بالعين في شكله الحقيقي أبدا. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما لو تشكل بصورة إنس أو بصورة حيوان فإنه يرى، وأكثر ما يتشكل في الثعابين، ويتشكل كذلك في الكلاب والقطط وفي الخيل، ويتراءى للناس في السفر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تغولت الغيلان، يعني تشكلت، فبادروا بالأذان. يتصور الإنسان في صورة رجل يحمل مصباح أو نحوه ويضل الناس عن الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأذان، تأذن عشان ما يضلك في الطريق، وتذكر الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الآية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. جاء في سبب النزول أن الجن حيل بينهم وبين خبر السماء، كانوا يسترقون السمع في السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن، يعني بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ربنا جعل الشهب حماية للسماء من سماع الشياطين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فلما حيل بينهم وبين خبر السماء أرسل إبليس جنوده من الشياطين، قال لهم أبحثوا في الأرض فانظروا ما السبب الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا في الأرض، فجاء نفر منهم، قيل سبعة وقيل ستة، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمضي إلى سوق عكاظ، فنزل عند نخلة من النخلات، صلى بأصحابه صلاة الفجر يتلو القرآن، فاستمعوا له. لما استمعوا هذا القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ودوا الخبر هناك لأهلهم، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. شوف هذه الكلمات القوية والدعوة الرصينة، كلمات مليانة مشوا بها لقومهم وأنذروهم وبشروهم بنزول هذا القرآن فيه الهداية وفيه النور. إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا القرآن عجب في بلاغته وفي فصاحته وفي ضبط عباراته، كما قال أحد اللغويين في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أوجه من البلاغة، نداء يا أيها الذين آمنوا، أمر أوفوا بالعقود، إباحة أحلت لكم بهيمة الأنعام، استثناء إلا ما يتلى عليكم، تبعه استثناء آخر غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا حال الناس اللي أبيح لهم ذلك، إباحة استثناء أمر كله في جملة واحدة. وكذلك في قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، شوف بالله دي كم كلمة، خمس كلمات أو أربعة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني تعبر عن قصة كاملة، خمس كلمات أو أربعة، قصة كاملة تعبر عنها هذه الكلمات. فملئ القرآن بالبلاغة واحتوى على الحكمة وشمل المعاني الرفيعة وتحدى البشرية جميعا وتحدى الجن كذلك أن يأتوا بمثله. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، آمنوا طوالي ما ترددوا، فآمنا به. سبحان الله، الجن ديل سمعوا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، انطلقوا دعاة إلى قومهم، ما في تردد ولا تنظير
ولا كلام كثير. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لأن أعظم ما جاء به هذا القرآن ألا يشرك مع الله أحد. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الرسالة الأعظم التي حملها القرآن والتوجيه الذي دارت عليه آيات الكتاب هو ألا يعبد مع الله أحد. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال القرآن كله توحيد، لأنه إما أن يكون خبرا عن الله، أسمائه وصفاته العليا وأفعاله في العباد، قال فهو التوحيد الخبري، هو التوحيد الخبري. قال وإما أن يكون أمرا بالعبادة، اعبدوا ربكم، فهو التوحيد الطلبي. قال وإما أن يكون خبرا عن الأمم السابقة، فهي أخبار ما جرى على أهل التوحيد ومن عاداهم من أهل الشرك. وإما أن يكون أحكاماً من الحلال والحرام، فهي مكملات التوحيد. فالقرآن ده من أول لآخر كل توحيد، كويس. ولهذا أيها المسلمون تأملوا كلمات الجن، قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا مهما كان. الليلة نحن بنشوف مظاهر الشرك في مجتمعنا راقدة. واحد تلقى معلق لك الصورة بتاعت الشيخ فوق في المحل بتاعه في الدكان، كويس، دي معلقة ليه انت؟ أسأله سؤال يقول لك بتجيب البركة وبتجيب البيع والبضاعة ما بتبور وتربح إلى آخره. ده شرك يا أخواننا. واحد بيحكي لي قال يتزوج جديد، أول ما تزوج أظن المرأة عقيدتها رابطها في شيخ ربطة شديدة، عقيدتها قوية في الشيخ. أول ما دخل البيت بتاعه لقى معلقة صورة الشيخ فوق، قال لها ده شنو؟ قالت له ده شيخي. قال لها شوفي راجلين في البيت ده ما بقعدوا، يا أنا يا الشيخ ده، تنزلي ولا امره؟ قلت له بنزله. يا ناس الشرك ده ربنا ما بيرضاه، وانت ما بترضاه، انت ده ما بترضاه. الليله لو لقيت مرتك مصاحبه لها واحد ثاني انت بترضى؟ المرك اللي لقيتك انت مصاحب لك مره ثانيه، يا خليك مصاحبه، لو لقيتك معرسه بالحلال بترضى؟ ما بترضى. ليه؟ لانه بتقول لك انا مفترض أكون براي، ودي لا خلقتك ولا بترزقك. ربنا الخلقنا والبرزقنا والبحيينا ويميتنا ويشفينا من المرض، نحن نخوت معه آلهة وأندات تاني. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا اللي بيعمل لنا ده كله، نعمل لنا معه شريك ونديد ننده يا فلان ويلبط الحقنا؟ لا والله. عشان كده قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا
الجد مش معناها أبو الوالد يعني، لا، الجد هنا معناها الجلال والعظمة والغنى، أنه تعالى جد ربنا، أي تعالى جلال الله، وتعالت عظمته، وتعالت إرادته، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، لم يكن مع الله من إله، لم يكن له من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الكلمات الرصينة في التوحيد هي من قول الجن، نصيحة إلى قومهم، ولقد أحسنوا نصحهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم لنا اللهم بخاتمة السعادة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.